مساء الخير على كل مشاهدي قناة النادي الأهلي، برحب بيكم في حلقة جديدة من برنامج كلام في الميديا. طبعا النادي الأهلي هيبدأ خلاص بكرة بإذن الله استعداده لمواجهة هورايا كوناكري الغيني في مباراة العودة لدور ربع النهائي لدوري أبطال أفريقيا. الجهاز الفني بيقابل أكيد طبعا مشاكل كتير جدا، منها طبعا الإصابات اللي ضربت لعيبة النادي الأهلي وخصوصا طبعا خط الدفاع، وزي ما شفنا في مباراة الذهاب سعد سمير اتعرض للإصابة وخرج من المباراة ونزل مكانه محمد نجيب اللي هو كمان برضه اتعرض للإصابة لكن جه على نفسه وكمل اللقاء. نجيب اكيد هيغيب عن لقاء العوده زي ما طبعا هنعرف معاكم خلال اخبارنا النهارده في حلقتنا، وكارتيرون اكيد هيكون عنده حلول للتغلب طبعا على الغيابات الكتير جدا اللي ضربت الفريق، وعنده كمان اكيد البدائل اللي ممكن يستعين بيها في المباراه. ان شاء الله النادي الاهلي يكون جاهز باذن الله بكل قوته للمباراه دي، وكمان يكون معانا في المباراه لاعب مهم جدا، ودايما بنقول عليه ان هو اللاعب الاهم، اللاعب رقم واحد، وهو جمهور النادي الاهلي العظيم اللي ان شاء الله هيكون داعم قوي جدا للفريق وسند ليه قوي طبعا في الاستمرار في البطوله الافريقيه وتحقيق اللقب التاسع باذن الله. هنناقش الكلام ده وكلام تاني كتير جدا خلال حلقتنا النهارده، وضيفنا ان شاء الله النهارده هيكون الاستاذ عصام شلتوت الناقد الرياضي الكبير، وبالتاكيد هستنى مشاركتكم على صفحتنا على الفيسبوك تويتر وانستجرام. والبدايه كالعاده باهم العناوين. الخطيب يراهن على عموميه تاريخيه في 28 سبتمبر لاعتماد لائحه الاهلي. كارتيرون يتسلح بالجماهير امام هورايا ويعالج اخطاء اللمسه الاخيره. كارتيرون يلجأ لمحمد هاني وأيمن أشرف لتعويض غياب نجيب وسمير. الأهلي يطرح تذاكر مباراة هورويا غدا. محمد سامي سباح الأهلي يحقق 11 ميدالية ذهبية في بطولة إفريقيا. ليفربول يستمر على قمة البريمير ليج واستمرار صيام صلاح عن التهديد. دايما بتكون بداية حلقاتنا مع أهم الأخبار اللي اتقالت عن النادي الأهلي في الجرايد. الأخبار: الخطيب يراهن على وعي الجمعية العمومية. مجلس الخطيب يقود أكبر عملية ديمقراطية. عائلة الأهلي تجتمع يوم 28 سبتمبر لتتويج جهود الجمعية العمومية. الشروق: الخطيب يدعو أعضاء الأهلي للحضور المكثف للتصويت على اللائحة الجديدة. رئيس النادي: حالة الحراك في الفروع الثلاثة تدعو للتفاؤل، هدفنا تعظيم دور الجمعية العمومية، ومجلس الإدارة أقر التعديلات التي تخدم مصلحة النادي. الوطن: المجلس يجدد دعوته لاعتماد دستور الأهلي، والخطيب: سنحقق رقم قياسي جديد. الأهرام: الأهلي يطرح تذاكر مباراة هورايا غدا، وأزمة دفاعية بسبب سعد ونجيب وتجهيز فتحي. الأخبار المسائية: الأهلي يعلن حالة الطوارئ، كارتيرون يتسلح بالجماهير أمام هورايا ويعالج أخطاء اللمسة الأخيرة. أخبار الرياضة: كارتيرون يحذر من النتيجة الخادعة. المسا: قبل مباراة الإياب مع الحرية الغيني، تغيير اضطراري في دفاع الأهلي، كارتيرون يلجأ لمحمد هاني وأيمن أشرف لتعويض غياب نجيب وسمير. الدستور: كارتيرون يجهز نجيب ويطمئن على وليد قبل موقعة هورويا السبت. أخبار الرياضة: العمري فاروق: أثق في تأهل الأبطال والفوز باللقب. الوطن: الدراويش يواجه الأهلي في الإسماعيلية بدون جماهير.
سريعا كده هنروح معاكم لأهم تفاصيل الأخبار اللي اتقالت عن النادي الأهلي من خلال الجرايد، وهنبتدي مع الأخبار قالت إن جدد مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة كابتن محمود الخطيب الدعوة لأعضاء النادي بضرورة الحضور المكثف في موعد انعقاد الجمعية العمومية غير العادية والمحدد ليها إن شاء الله يوم 28 سبتمبر الجاري عشان التصويت على مشروع لائحة النظام الأساسي للنادي الأهلي. أكد طبعا على ثقته الكاملة في وعي أعضاء النادي الأهلي لاكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية، واللي بيحتاج طبعا ل 12500 عضو عشان يتم اعتماد لائحة النادي الأهلي. كمان في أخبار الرياضة قالت إن مجلس إدارة النادي الأهلي بقيادة كابتن محمود الخطيب بيقود أكبر عملية ديمقراطية، وقالت كمان إن عائلة النادي الأهلي متمثلة في أعضاء النادي الأهلي هتجتمع يوم 28 سبتمبر الجاري في الجمعية العمومية عشان يتوجوا جهود مجلس إدارة النادي الأهلي والجمعية العمومية بالتصويت على لائحة النادي الأهلي. كمان الوطن قال ان ثروت سويلة من المدير التنفيذي لاتحاد كرة القدم قال ان مباراة النادي الاهلي والاسماعيلي في الجولة 18 في بطولة الدوري المصري الممتاز هتقام على ملعب استاد الاسماعيلية، وقال كمان ان اتحاد الكورة اتفق مع الجهات الامنية على اقامة المباراة في الاسماعيلية ولكن بدون حضور جماهيري، وكانت طبعا مباراة الدور الاول اقيمت على ملعب السلام في القاهرة انتهت بالتعادل 1-1. ده بقى كان أهم الكلام اللي اتنشر في الجرايد عن النادي الأهلي. نروح دلوقتي نشوف مواقع الإنترنت قالت إيه عن النادي الأهلي. الموقع الرسمي للنادي الأهلي خالد مرتجي: الأهلي أول من طالب بتعديل قانون الرياضة والرهان على الجمعية العمومية لن يخسر. الموقع الرسمي للنادي الأهلي الشناوي: هتاف جماهير هوراية أسعدني وسوء أرضية الملعب وراء التعادل. يلا كرة: طبيب الأهلي نجيب يغيب عن مواجهة هورايا بدوري الأبطال. الأهرام سبورت: هورايا الغيني يحدد موعد وصوله للقاهرة. اليوم السابع محمد يوسف يجتمع بصالح جمعة في الأهلي. الموقع الرسمي للنادي الأهلي: بيرستيف يصل القاهرة للانضمام لطائرة الأهلي. بوابة أخبار اليوم: الجمال يشارك تدريجيا في تدريبات السلة. نروح لتفاصيل الأخبار اللي اتنشرت عن النادي الأهلي على مواقع الإنترنت، وهنبتديها مع الموقع الرسمي للنادي الأهلي اللي قال إن المهندس خالد مرتجي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي قال إن هو واثق جدا من حضور الجمعية العمومية غير العادية يوم 28 سبتمبر الجاري عشان يعتمدوا مشروع لائحة النادي الأهلي. وضح طبعا إن عمومية النادي الأهلي دايما بتكسب الرهان لما بيطالب منها إن هي تنزل وتشارك في القضايا الهامة زي طبعا قضية مشروع اللائحة، وكمان ده اللي حصل في الانتخابات اللي فاتت. الموقع الرسمي برضو للنادي الأهلي قال إن محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي صرح إن الفريق واجه صعوبة كبيرة جدا في مباراة هورايا كوناكري الغيني بسبب طبعا سوء أرضية الملعب، وأثرت بشكل كبير جدا على أداء النادي الأهلي وتسببت في الخروج بنتيجة التعادل. وكمان قال إن المباراة القادمة إن شاء الله مباراة العودة اللي هتقام في القاهرة على استاد السلام هيكون ليها حسابات تانية خالص، وإن اللعيبة عندهم رغبة قوية جدا إن هم يحسموا الصعود لدور نصف النهائي في بطولة أفريقيا، خصوصا أن الفريق ماشي خطوة بخطوة للفوز بالبطولة عشان يقدروا أن هم طبعا يستعيدوا اللقب اللي غايب عن النادي الأهلي من 2013. كمان قال الشناوي أن هتاف الجماهير جماهير هورايا خلال المباراة اللي أقيمت على ملعب 28 سبتمبر حاجة خلته سعيد جدا، وده كمان اداله حافز كبير عشان يقدر يواصل مشواره مع النادي الأهلي والمنتخب الوطني. كمان يلا الكورة قالت ان اكد خالد محمود طبيب النادي الأهلي ان محمد نجيب مدافع النادي الأهلي هيغيب عن مواجهة هورايا كوناكري الغيني يوم السبت اللي جاي في اياب دور الثمانية لدوري ابطال افريقيا على ملعب السلام، وده بسبب اصابته بجزعة في اربطة الركبة.
الأهرام سبورت كمان قال إن أكد سمير عدلي المدير الإداري لفريق النادي الأهلي إن مسؤولين نادي هورايا كوناكري أبلغوه إن بعثة الفريق هتتحرك من غينيا يوم 17 سبتمبر الجاري وهتوصل إن شاء الله يوم 18 من نفس الشهر عشان تواجه النادي الأهلي يوم 22 سبتمبر على ملعب السلام في مباراة العودة لدور ربع النهائي لدوري أبطال أفريقيا. اليوم السابع كمان قال ان محمد يوسف المدرب العام للنادي الاهلي والقائم باعمال المدير الكوره عمل جلسه خاصه مع صالح جمعه لاعب الفيصلي السعودي بعد طبعا ما فسخ اللاعب عقده مع النادي السعودي مؤخرا وهيستقر محمد يوسف وهيستفسر من صالح جمعه عن موقفه ومصيره خلال الفتره اللي جايه وكل اللي بيتعلق بالعروض اللي بيجهزها اللاعب عشان يرحل في الفتره الجايه في حاله ان هو ما تأيدش في قائمة النادي الاهلي في يناير المقبل. كمان الموقع الرسمي للنادي الاهلي قال ان وصل الروسي سيرخي بيرستيف للقاهرة الساعة مبكرة النهاردة يعني الصبح عشان ينضم للفريق الاول لكرة القدم او عفوا لكرة الطائرة رجال في النادي الاهلي في الموسم الجديد وحرص طبعا خالد ابو زينة المدير الاداري على استقباله في مطار القاهرة واصطحبوا لمقر اقامته بعد كده توجهوا للنادي الاهلي عشان يستكملوا اجراءات التعاقد. نروح لبوابة أخبار اليوم اللي قالت إن شارك إبراهيم الجمال لاعب الفريق الأول لكرة السلة في النادي الأهلي بشكل تدريجي في تدريبات الفريق الجماعية بعد ما كان بيشتكي من خشونة في الركبة خلال الأيام اللي فاتت أدى اللاعب تدريبات علاجية وبدأ إن هو يشارك في التدريبات بشكل خفيف لحد ما يقدر يتعافى تماما من الإصابة ويلحق بالتدريبات الجماعية قبل السفر لتنزانيا عشان يشارك في تصفيات بطولة أفريقيا. مشاهدينا معادنا دلوقتي مع فاصل سريع وبنرجع نكمل معاكم بقية فقراتنا في كلام في الميديا خليكم معانا. رجعنا سريعا لسه مكملين معاكم فقراتنا في كلام في الميديا وبنوصل معاكم دلوقتي لأهم الأخبار المحلية وكمان الأخبار العالمية وأخبار محترفينا في الخارج. الشروق أزمة صلاح على رأس أولويات اجتماع الجبلاية. اليوم السابع غموض مصير الطائرة الخاصة للمنتخب في رحلة سوازيلاند. المنتخب يفاضل بين ثنائي المقاولون لضم أحدهما لمعسكر سوازيلاند. منتخب مصر يعلن جاهزية سام مرسي وكوكا لمباراة سوازيلاند. أجاري في القاهرة والمنتخب يبحث عن فندق. أبو الوفا يحضر اجتماع الجبلاية بعد غياب شهر. الإسماعيلي يفتح باب الحجز الإلكتروني لتذاكر مباراة طلائع الجيش. النائب فرج يحذر الدوري لن يكتمل بسبب التحكيم. محمد صلاح أغلى من أندية الدوري الممتاز. هيدرسفيلد يوضح للجول سبب استمرار غياب رمضان صبحي. أس مارسيلو ليس رونالدو وحده من تفتقد الجماهير. سبورت 360 إبراهيموفيتش يصل للهدف رقم 500 في مسيرته. وان تري ياسر إدريس ما حققته السباحة المصرية في الجزائر إنجاز تاريخي. بوابة أخبار اليوم رانيا علواني تهنئ منتخب مصر لتتويجهم ببطولة إفريقيا للسباحة. نروح معاكم سريعا كده لأهم تفاصيل أخبارنا النهاردة. هنبتدي مع الشروق. الشروق قالت أن بيعقد مجلس إدارة اتحاد الكورة النهاردة الحد اجتماع في مقر الجبلية عشان يستعدوا لمباراة الفراعنة قصاد سوازيلاند ضمن طبعا منافسات الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2019 في الكاميرون. المفروض أن هيتم نقاش الترتيبات الخاصة بمعسكر الفراعنة اللي جاي إن شاء الله اللي هيكون مقرر ليه من 8 ل 16 أكتوبر اللي جاي في التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2019. كمان اليوم السابع قال إن بتسود حالة من الغموض حول تخصيص طيارة خاصة للمنتخب الوطني عشان تنقل الفراعنة لسوازيلاند عشان يقدروا يخوضوا هناك مباراة الجولة الرابعة في تصفيات أمم أفريقيا 2019. كشف مصدر في المنتخب الوطني أن عقد اتحاد الكورة مع الشركة الراعية لطيران منتخبنا الوطني الأول انتهى وما تمش تجديده في وقت طبعا اللي بيدور فيه اتحاد الكورة على حل للتوفير الطيارة الخاصة خصوصا طبعا وان المنتخب هيضطر ان هو يعمل ترانزيت في اثيوبيا
في حالة ان الطيران الخاص ده ما كانش متوفر واخدوا الطيران العادي، وهتوصل كمان الرحلة دي لما يقرب من 18 ساعة، وده أكيد طبعا هيأثر سلبا على منتخبنا الوطني الأول. سوبر كورة قالت كمان أنه بيفاضل الجهاز الفني للمنتخب ما بين الثنائي أحمد علي وطاهر محمد طاهر مهاجمين المقاولين العرب، عشان واحد فيهم ينضم للمعسكر اللي جاي واللي هينطلق إن شاء الله يوم 8 أكتوبر بعد ما تألق الثنائي وظهروا بشكل كويس جدا في المباريات الأخيرة في الدوري المصري الممتاز وكمان مع المنتخب الأولمبي بالنسبة لطاهر محمد طاهر. كمان الوطن سبورت قالت ان المكسيكي خافيير اجيري المدير الفني لمنتخبنا الوطني الاول هيعمل جلسات مكثفه مع جهاز المعاون خلال المرحله اللي جايه بعد طبعا ما رجع للقاهره بعد ما انتهت اجازته اللي قضاها في اسبانيا، وهتيجي الجلسات دي عشان ينسقوا المعسكر القادم لمنتخبنا الوطني الاول قبل مباراتي سوازيلاند في الجولتين الثالثه والرابعه للتصفيات المؤهله لامم افريقيا 2019. كمان بوابة الفجر الرياضي قالت ان اعلن الجهاز الطبي للمنتخب الوطني الاول لكرة القدم بقيادة محمد ابو العلا جاهزية احمد حسن كوكا المحترف ضمن صفوف اولمبياكوس اليوناني وسام مورسي لاعب ويجن اتلتيك الانجليزي. قالت ان فتح مسؤولين الاسماعيلي باب الحجز الالكتروني اعتبارا من النهارده الحد على الموقع الرسمي للنادي عشان يحضروا مباراه الفريق قصاد طلائع الجيش المقرر ليها يوم الثلاثاء اللي جاي في سابع جولات الدوري المحلي، وده لحاملين بطاقه مشجعين الاسماعيلي، والمفروض ان طبعا هيحضر المباراه دي لها تقام على استاد جهاز الرياضه العسكري 500 مشجع للدراويش. من أخبار الرياضة اللي قالت أنه واصل فرج عامر رئيس نادي سموحة ورئيس لجنة الشباب والرياضة في مجلس النواب هجومه على التحكيم المصري، خصوصا طبعا بعد ما تعرض فريقه الكروي الأول لفصل جديد من فصول المهازل التحكيمية، وده خلال مباراة فريقه قصاد المقاولين العرب واللي انتهت بفوز المنافس بهدفين مقابل لا شيء، عشان يتوقف رصيد الفريق الأزرق عند 9 نقط يحتل بيهم المركز السابع في مسابقة الدوري المصري الممتاز. أكد رئيس سموحة أن الأخطاء التحكيمية ما زالت عرض مستمر، وده اللي هيحرم أكيد فريقه من أو حرمه فعلا من احتساب ضربة جزاء خلال مباراة فريقه الأخيرة، وقال كمان أن هو تعب من الأخطاء التحكيمية وده اللي أكيد هيؤدي لإلغاء مسابقة الدوري المصري، وده اللي هو ما بيتمنهوش أكيد. طيب كمان بوابة الوفد قالت إن كشف موقع ترانسفير ماركت المتخصص في تحديد أسعار اللعيبة على مستوى العالم مفارقة جديدة وطريفة، وهي إن القيمة التسويقية لمحمد صلاح نجم منتخبنا الوطني الأول وليفربول الإنجليزي بقت بتفوق قيمة كافة أندية الدوري المصري الممتاز بالكامل، وأكد موقع ترانسفير ماركت وصول القيمة التسويقية لكافة أندية الدوري المصري الممتاز ل 135 مليون و 150 ألف يورو، وبلغت قيمة محمد صلاح 150 مليون يورو، وده طبعا بيأكد تفوق الفرعون المصري على كل الأندية اللي موجودة في الدوري المصري ب 15 مليون يورو. في الجول كمان قال إن وضح كالوم لامب مدير العلاقات العامة في نادي هدرسفيلد تاون سبب غياب رمضان صبحي عن مواجهات فريقه ضد كريستال بالاس في الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز أو البريمير ليج. صرح لامب وقال إن رمضان صبحي ما تعافاش بشكل كامل من الإصابة، وكمان قال إن هو بيخضع حاليا لبرنامج تأهيلي وهيتعافى منه، وإن شاء الله لما يتعافى هيرجع مرة تانية للمشاركة مع نادي هدرسفيلد تاون. باشمهندس فرج مساء الخير على حضرتك. ماشي مع سيادتك. الحمد لله الحمد لله. منورنا. سامعين؟ سامعين سيادتك. مساء استاذه شيماء. ميرسي جدا. تحت امرك. عايزين طبعا نعرف تحقيق تصريحات حضرتك اللي اتقالت النهارده ان احتمال كبير جدا بسبب الاخطاء التحكيميه اللي احنا بنشوفها، الاخطاء الكارثيه اللي بنقابلها في المباريات في الدوري المصري الممتاز، ان البطوله دي ما تكتملش. انا قلت كده من قبل ما تبدا البطوله.
ان بدون ان البطوله دي مش هتكمل، وانا باكد ان البطوله مش هتكمل. لان طبعا في تفاوت كبير قوي، اما الحكام كلها مش شخصيه وناس محترمين، انا ما بفعلش كده. لكن في تفاوت كبير قوي في التحكيم، واتحاد الكره راكب دماغه ومش عايز يستخدم نظام الفار، ولا عايز يجيب حكام اجانب بناء على طلب الانديه، وان كان اعلن دلوقتي هو عنده استعداد ان هو يجيب حكام اجانب، وان هو هيتصل بالفيفا عشان يشوف حكايه الفار. فده برضه يوريني ان الاتحاد يقيس يعني بمثالين، لان لما سموحه في نهائي الكاس ثلاث حكام اجانب والاتحاد وافق، رئيس لجنه الحكام طلع وقال ايه؟ ما فيش حكام اجانب، احنا متمسكين بالمصريين. صحيح. لو جه حكام اجانب هقدم استقالتي. صحيح. لما انا قلت لازم نجيب الفار، الفار مصنع طلع قال ده غالي قوي ومكلف ما نقدرش نجيبه. دلوقتي لما انديه ثانيه قال لا يجي الفار وهذا الكلام، تراجعوا في الكلام وهو هنجيب الفار وهنجيب حكام اجانب على حساب الناس. فمعنى ذلك ان هي مستنيمه، هي مستنيمه. يعني الدنيا ماشيه ازاي؟ وطالما ما فيش عداله رياضيه يبقى ما ينفعش ابدا. صحيح. اساس الرياضه هو العداله، اساس الرياضه واساس التنافس الرياضي هو العداله، هو العداله. صحيح. خليني اقول لحضرتك على حاجه يا باشمهندس فرج، يعني هو كده كده لجنه الحكام هددت باستقالتها اكتر ما نزلت وحكمت في المباريات، فمش هو ده الموضوع. لكن خليني اقول لحضرتك ان في خبر كمان بيقول ان خلاص اتحاد الكره بيستعد ان هو يطبق فعلا تقنيه الفار في الدوري المصري الممتاز. طيب ماشي جميل، بس بعد ايه؟ بعد ايه؟ بعد ايه فعلا؟ بعد ايه؟ بعد ايه؟ يعني لازم يبقى يعني مضطر عشان يعمل. شفنا اخطاء كارثيه في اول 6 جولات من الدوري المصري الممتاز. طبعا 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 اخطاء كارثيه و و و وعدم اهتمام ان في فرق بتدفع يعني بتتكلف وتبذل مجهود ومش عايزه حاجه الا العدل، واحنا مش عايزين حاجه الا العدل. نجاح الدوري في اي بلد في العالم يبقى قائم على العدل. صحيح. تتوافر العدل نجحت المسابقه، واحنا عايزين ان بلدنا تنجح وعايزين الدوري تنجح وعايزين الكره يعني كل واحد ياخد حقه لا اكثر ولا اقل. صحيح. صحيح. يمكن جدول ترتيب الدوري كان هيختلف تماما لو كان من الاول كان في عداله تحكيميه وكانت في تقنيه الفار وكان يعني ما علينا. باشمهندس فرج عامر نورتنا في كلام في الميديا، وطبعا بتمنى كل التوفيق لنادي سموحه. شكرا حضرتك. نرجع مرة تانية لأخبارنا العالمية، نروح لأس الأسبانية واللي قالت إن أكد اللاعب الدولي البرازيلي مارسيلو الظهير الأيسر لفريق ريال مدريد إن فريقه يستحق الفوز قصاد أتلتيكو بلباو امبارح، مشيرا طبعا إن الوقت نفسه إن كان فيه طعم تعادل سيء بعد ما قدم الفريق الكثير من الجهد، وتعادل ريال مدريد امبارح يوم السبت قصاد نظيره أتلتيكو بلباو بهدف لكل فريق في المباراة اللي اجتمعوا فيها على ملعب سان ماميس الجديد في إقليم الباسك لحساب الجولة الرابعة من الليغا. سبورت 360 قالت ان حقق السويدي زلاتان ابراهيموفيتش مهاجم لوس انجلوس جالاكسي الامريكي انجاز رائع بوصوله لهدف رقم 500 ليه خلال مسيرته الاحترافيه مع الانديه ومع المنتخب الوطني. احرز زلاتان ابراهيموفيتش 438 هدف مع كل الانديه اللي لعب ليها من ساعه ما ابتدى مشواره الكروي، وكمان سجل 62 هدف مع منتخب السويد، وهو اللاعب الوحيد اللي سجل 500 هدف ولسه طبعا بيمارس كره القدم بعد كريستيانو رونالدو وميسي. كمان وصل ابراهيموفيتش ل 500 هدف في مسيرته بعد ما خاض 868 مباراه على كل الاصعده بمعدل 0.57 هدف في المباراه الواحده، يعني في المباراه الواحده اكتر من نص هدف. كمان موقع وان تري قال ان اكد المهندس ياسر ادريس رئيس اتحاد السباحه المصري ان الانجاز اللي حققه ابطال السباحه المصريه في البطوله الافريقيه للكبار اللي انتهت طبعا مساء امبارح في الجزائر لم يتحقق منذ تسعينات القرن اللي فات، وحصل المنتخب المصري للسباحه على لقب البطوله وكل الكؤوس وعلى 27 ميداليه ذهب وبفارق 15 ميداليه عن جنوب افريقيا واللي جت في المركز الثاني في الترتيب
برصيد 12 ميدالية ذهب. قال كمان أن كل السباحين المصريين كانوا على مستوى كبير من المسؤولية وحققوا نتائج مبهرة بفضل طبعا التخطيط السليم والسياسة الناجحة اللي بيمشي بيها مجلس الإدارة واللجان المختلفة في الاتحاد. وأكد أن السباح محمد سامي ميشو لاعب النادي الأهلي بيوازي فريق جنوب أفريقيا كله بعد ما حقق 12 ميدالية متنوعة بواقع 11 ميدالية ذهب وميدالية برونزية واحدة. وكمان حقق منتخب جنوب أفريقيا كله على بعضه 12 ميدالية ذهب. نروح لبوابة أخبار اليوم اللي قالت إن قدمت دكتورة رانيا علواني عضو مجلس إدارة النادي الأهلي التهنئة لمنتخب مصر للسباحة بعد ما توجوا ببطولة أفريقيا للسباحة القصيرة واللي استضافتها طبعا دولة الجزائر الشقيقة. واختصت رانيا علواني سباحين النادي الأهلي بالتهنئة بعد ما تألقوا طبعا وحققوا إنجاز كبير جدا خلال المشاركة في البطولة واللي شهدت حصول منتخب مصر للسباحة على كأس العام للبطولة والمركز الأول طبعا رجال وأنسات برصيد 44 ميدالية متنوعة. حصل محمد سامي ميشو سباح النادي الأهلي على كأس أحسن سباح برصيد 11 ميدالية ذهب وواحدة برونز زي ما قلت لكم في الخبر اللي فات. وكمان توجت هانيا مورو بكأس أحسن سباحة وبرصيد 4 ميداليات ذهب واثنين فضة. وكمان قالت رانيا علواني إن هي سعيدة جدا بتطور مستوى السباحة المصرية خصوصا طبعا بالنسبة للأنسات، مشيرة لأن نتائج البطولة الأفريقية دي أهم دليل على تطور السباحة في مصر. طيب. كان في بقى النهارده مقال مهم جدا اتنشر والمقال ده في عنوانه بيقول وسيذكر التاريخ انها عائله الاهلي. معانا دلوقتي استاذ ايمن بدره، مساء الفل على حضرتك. مساء الخير يا استاذه شيماء، ازي حضرتك؟ منورنا في كلام في الميديا. اهلا وسهلا بحضرتك وبالساده المشاهدين الاعزاء. التاريخ هيقول ايه بقى عن عائله النادي الاهلي؟ اولا التاريخ هيقول ان احنا في مرحلة يعني فارقة في مشوار النادي الأهلي العريق. النادي الأهلي بأعضائه بأدواته بقيمه بمبادئه بيعمل منظومة أعتقد أنها هتكون بمثابة نموذج يحتذى به في الرياضة المصرية وربما في أمور كثيرة من جوانبنا الحياتية. مسألة إدارة الحوار، مسألة التلاقي، مسألة الاستماع إلى الآخر والمناقشة والانحياز لرأي الأغلبية. الموضوع دستور النادي الأهلي، وأنا بحب أسميه دستور النادي الأهلي، الحقيقة بصرف النظر عن شكل المواد وعن ما يعني ما سيتضمنه هذا الدستور اللي سيطرح للاستفتاء من أعضاء النادي الأهلي يوم 28 سبتمبر الحقيقة، لكن لما ننظر إلى عملية إدارة الاتصال ما بين شرايين النادي الأهلي في كل مكان، كل الأهلوية شاركوا، كل رموز المجتمع بيشاركوا، إزاي مجلس الإدارة قدر يرسم يعني هذه الخطوات وهذه الشبكة من العلاقات ومن الاتصالات والانفتاح على كل أعضاء النادي وعلى رموز المجتمع، ورش عمل، فتح المجال لأعضاء الجمعية العمومية لقراءة مشروع اللائحة اللي كان مكتوب عليه الحقيقة نسخة للمناقشة، ودي جملة لازم الناس تتوقف عليها. صحيح صحيح. يعني الحقيقة لما مجموعة الخبراء وضعوا هذه النسخة للمناقشة هي ليست قرآنا ويعني معاذ الله، وليست يعني مجال لأنه مجلس الإدارة ينحاز إليها انحياز سافر، والنتيجة اللي احنا شايفينها انه حوالي تقريبا نقترب من 50% من المواد التي طرحت في هذه النسخة للمناقشة تم اقرار تعديلها وفقا لما يعني اعلنه المسؤولين. الحقيقة كابتن محمود صحيح الخطيب. كابتن محمود الخطيب ادى درس في الديمقراطية. طبعا كابتن محمود الخطيب فتح كل نوافذ التلاقي مع كل اعضاء النادي، مع كل رموز المجتمع. مجلس الإدارة الحقيقة كان حريص، كنا بنحضر يعني الحقيقة ورش عمل في الإعلام، شفنا المثقفين والفنانين. صحيح. شفنا الرواد في كل فروع النادي الحقيقة. صحيح. إدارة النادي الحقيقة برضو على رأسها الأخ العزيز العميد محمد مرجان في تواصل. المسألة اللي خلت أنه يبقى فيه حتى بعض الناس اللي كانوا مختلفين مع هذا المجلس في الانتخابات الأخيرة بيدخلوا بكل أريحية، عندهم
يعني حب للنادي، وهي دي العائله، ده روح العائله اللي يعني يجب ان يسود. بغض النظر عن طبعا ان في ممكن يبقى فيه في بعض افراد العائله بعض الناس خلاص مختلفين اختلاف كلي وجزئي، ودول اهلا بيهم، مش هينفصلوا عن العائله، ولا كبير العائله هيسمح بان هم يبقوا بره اطار العائله. نختلف فكريا لكن نلتقي على حب هذه المؤسسه أكيد طبعًا العريقه طبعًا الكبيره النادي طبعًا الاهلي. ان شاء الله باذن الله يوم 28 سبتمبر هيكون يوم فارق في الرياضه المصريه، وان شاء الله باذن الله الاهلي بادواته برجاله بقيمه بمبادئه هيعمل نقطه تاريخيه في هذه العمليه الديمقراطيه. أكيد إن شاء الله. بشكرك جدا أستاذ أيمن بدر رئيس تحرير جريدة أخبار الرياضة، نورتنا في كلام في الميديا. معادنا دلوقتي مع فاصل سريع ونرجع نكمل معاكم بقية فقراتنا في كلام في الميديا، خليكم معنا. رجعنا سريعا ولسه مكملين معاكم فقراتنا في كلام في الميديا، وبنوصل معاكم دلوقتي لفقرة السوشيال ميديا، وهنبتديها معاكم مع الصفحة الرسمية للنادي الأهلي على الانستجرام، واللي نشرت صورة لبنت رفع علم النادي الأهلي وعلقت صورة الأسبوع اظهر لنا دعمك لنادي الاهلي او نادي القرن الافريقي اينما كنت. كمان هنت رانيا علواني عضو مجلس اداره النادي الاهلي على تويتر لاعبين نادي الاهلي ومنتخب مصر للسباحه بعد طبعا ما حصلوا على بطوله افريقيا، وكتبت الف مبروك منتخب مصر للسباحه ابطال افريقيا، اخيرا امجاد افريقيا تعود. Proud of you all. وكمان طارق أنديل عضو مجلس إدارة النادي الأهلي نشر على تويتر ميعاد استضافته النهاردة على قناة النادي الأهلي الساعة 8 مساء في برنامج الأهلي الليلة مع أستاذ شريف فؤاد. نروح بقى للمحترفين في الخارج، هنبتدي مع كابتن إسلام الشاطر، لا بس هو كابتن إسلام الشاطر مش محترفين في الخارج، بس هنبتدي مع كابتن إسلام الشاطر اللي كتب تويتة على تويتر واتكلم فيها عن مباراة ليفربول، وقال على محمد صلاح ألا ينجرف في أنانية ساديو ماني الواضحة، أهم مكان يميز صلاح هو الجماعية في الأداء في الموسم الماضي، وفي مباراة اليوم لم ينجرف لأنانية ماني إلا في الربع ساعة الأخيرة، كلوب يجب أن يكون له دور قوي خلال الفترة القادمة. كمان نشر عمرو وردة على انستجرام صورته من ماتش امبارح في الدوري اليوناني واللي فازوا فيه 3-1. كمان نشرت صفحة ليفربول على تويتر صورة للثلاثي ساديو ماني وفيرمينيو محمد صلاح، وكتبت 32 بداية مجمعة للثلاثي مع بعض 66 هدف. كمان احتفلت صفحة اتلتيكو مدريد على تويتر بالسنة الأولى لملعبهم واندا، وعلقت اليوم يوم مميز جدا بالنسبة لنا. كمان نشر جريزمان لاعب اتلتيكو مدريد على الانستغرام صورة لي في المباراة الأخيرة على ملعب واندا، وكتب فخر كبير لي أن أكون أول هداف لهذا الملعب الرائع. كمان نشرت صفحة داتشر فوتبول على الفيسبوك صورة لانضمام إبراهيموفيتش للسجل التاريخي مع رونالدو وميسي بعد ما أحرز طبعا الهدف رقم 500 ليه، وعلقت وقالت انضم زلاتان إبراهيموفيتش لميسي ورونالدو باعتبارهم اللاعبين الوحيدين اللي بيمتلكوا 500 هدف. كمان مارسيلو لاعب ريال مدريد نشر على الانستغرام صوره ليه من مباراه امبارح في الليجا مع اتلتيكو بلباو واللي تعادلوا فيها 1-1، وقال مباراه صعبه حصلنا على نقطه واحده نواصل مسيرتنا افكر بالفعل في المباراه القادمه. كمان اللاعب ادن هازارد لاعب تشيلسي على الانستغرام نشر صوره ليه من فوزهم في ماتش امبارح مع كارديف سيتي في البريمير ليج، وكتب اللاعب جيد يا شباب شكرا لكل اصدقائي. كمان نشر ديفيد دخيا حارس مرمى مانشستر سيتي على تويتر صوره ليه من مباراته الاخيره قصاد فولهام في البريمير ليج، علق وقال غني بصوت عالي غني بفخر. كمان نشر مسعود وزال لاعب ارسنال الانجليزي على انستغرام من مباراه امبارح صوره ليه من مباراه نيوكاسل في البريمير ليج، وكتب ظهوري ال 200 مع الارسنال و300 نقطه للفريق وهدف واحد بالنسبه ليا. مشاهدينا معادنا دلوقتي مع فاصل ونرجع نستقبل ضيفنا النهارده الاستاذ عصام شلتوت الناقد الرياضي الكبير.
لسه مكملين معاكم فقرتنا في كلام في الميديا، ودلوقتي منورنا في الاستوديو وشرفنا اكيد استاذ عصام شلتوت رئيس التحرير التنفيذي لليوم السابع، وكمان طبعا الناقد الرياضي الكبير. مساء الخير عليكم، منورنا وشرفنا النهارده. يا رب يخليك، الشرف ليا. مساء الخير عليكي وعلى كل جمهور النادي الاهلي وكل شعبنا العظيم شعب مصر. يا رب خليني في البداية طبعا أبتدي مع حضرتك مع لائحة نادي الأهلي اللي خلاص يعني انتهت لجنة المركزية من صياغتها النهائية، وخلاص هي تقريبا جاهزة بنسبة 100% أن هي تطرح إن شاء الله على أعضاء الجمعية العمومية يوم 28 سبتمبر القادم. شفت تناول مجلس الإدارة للملف ده إزاي؟ الحقيقة الأول خليني أقول لحضرتك أنه ده يعني بيخرج من النادي الأهلي في العام 2018 ما يمكن أن يطلق عليه دستور للجمهورية الحمراء العظيمة دي. صحيح. اللي توافد عليها رجالات كل قدم ما لديه، والآن كابتن محمود الخطيب اللي الجمهور دايما بيشير له بمحبوب الخطيب، ليس فقط على مستوى الجماهيرية ولكن أيضا أصبح محمود الخطيب واحد من العلامات المؤثرة كرئيس للنادي الأهلي لما طرح ما يمكن أن يطلق عليه دستور النادي الأهلي. صحيح. لعائلة النادي الأهلي اللي هو كان برنامج الكابتن، ومن ثم حصل عليها تداول مجتمعي. مش أقول بقى نقاش، تداول مجتمعي، لأن الكل سلمها للكل. وأنا أعرف ناس وأسر حتى مش أعضاء في أندية من أساسه كانوا بيجيبوها من على النت ويفحصوها جيدا. والأهم أن كل ما أطلق من تعديلات أو طلبات رآها المجلس منطقية. صحيح. أو عليها أغلبية، يعني في ممكن 50% من البنود اتغيرت. ما وصلوش 50%، لكن شوفي الديمقراطية كيف تستمر في النادي الأهلي أو يزيد حجم الاهتمام بوجودها في النادي الأهلي. صحيح. مع مجلس الكابتن محمود الخطيب، عندما يتقدم 100 عضو ويجدوا من 70 لـ75 عضو لديهم إصرار على تعديل، كان التعديل يتم فورا. صحيح. دون حتى العودة للأداء اللي هم قايلينه من اللي كان مطروح، وبالتالي هذه هي عظمة الديمقراطية. صحيح. هذه هي عظمة أهلي الصناديق الزجاجية مع الكابتن صالح والكابتن حسن حمدي، وكان بينهما محمود الخطيب طبعا. وبالتالي البدايات تؤدي لهذه الأسطورة الحمراء. صحيح. اسما كنادي الأهلي ونجما بحجم محمود الخطيب. وبالتالي هنا الحوار المجتمعي استمر بقى، مش بقى التداول والتناول. ذهبت يعني الكتيبة الحمراء لتخاطب الجهات الرسمية والعمل الأهلي. صحيح. وبعض مراكز الشباب على فكرة سحبت نسخ وطبعوها على حسابهم لمناقشتها، يقولك إيه مدام الأهلي عارض اللائحة دي فقد تصلح أيضا دستور لينا في مراكز الشباب الطيبة البسيطة في قرى مصر. صحيح. ونجوعها. وبالتالي أنا شايف أنه ده عمل مثال يحتذى به، غير مسبوق، مثال يحتذى به، وكل الفخر للأهلوية لما فعلا يقولوا على اللائحة هي دستور بحجم يعني لو قلنا عائلة الأهلي، لأنه ده كان عنوان البرنامج، لا كمان ده لشعب الرياضة وأيضا لشعب النادي الأهلي. طيب عايز أسأل حضرتك، هل كان ليك ملاحظات شخصية على اللائحة اللي اتطرحت في الأول؟ هل مثلا كان في بنود أنت قلت لا من الأفضل أن هي تتعدل أو تتغير؟ في بس اللي هو الحاجات الإداريات يعني، وفي ورشة العمل اللي عملناه وزميلي وصديقي العزيز الكاتب الصحفي الإعلامي الأستاذ إبراهيم منيسي رئيس تحرير المجلة طبعا ومدير تحرير الأخبار كان بيقود القعدة يعني، قعدنا واتكلمنا وخدنا ودينا معهم مجموعة من الزملاء الكبار الصحفيين، وكان معانا هذه القامة والهامة باعتباره كمان رجل دائما يفخر انه زملكاوي الاستاذ محمد سيف اخويا الكبير وصديقي الغالي يعني. تداولنا فكره تعريف مثلا النادي الاهلي، بعض الجمل اللي تعمل ضبط في الاداء. انا تحديدا لدي رؤيه محدده في فكره شركه كره القدم، لكنها مش في عظم دستور النادي الاهلي او لائحه النادي الاهلي اللي ناقشتها عائله النادي الاهلي. دي حاجه محتاجه ان شاء الله مع اكتمال يعني الامر الاهلاوي برضا الناس عن اللائحه، لانه يكاد يكون خلاص هم قالوا نعم قبل التصويت الرسمي يعني يوم 28 سبتمبر. ده بقى ممكن يناقش من خلال عملنا احنا كاعلاميين وعمل مجلس الاداره
كمجلس منوب عن الجمعية العمومية بإدارة شؤون النادي. توقعاتك إيه بقى للجمعية العمومية الغير عادية يوم 28 القادم؟ هي نفس التوقعات في الانتخابات الماضية يعني. أن الأهلي على أعتاب يعني قرن جديد بملامح جديدة، أنه جمعيته العمومية هي مصدر التشريع وجمهوره وحماه، لأنه هتلاقي الجمهور، وأنا لسه قايلها لحضرتك في نص الكلام، أنه بتتداول ناس مش أعضاء، فيبقوا مين؟ يبقوا الجمهور العظيم صاحب كل يقين عن كبارة النادي الأهلي، وبالتالي أتوقع إقبال غير عادي، لأنه في النادي الأهلي دائماً الشعب يحكم، اللي هو الجمعية العمومية والجمهور اللي وقف يوم الانتخابات وكان بيقول جملة غريبة جدا دون إملاءات، كان بيقول لأعضاء الجمعية وهم في طوابير، ووقتها طبعا كان التنظيم مش مرضي يعني، كان بيقول لهم احنا شركائكم، انا بقول لحضرتك نصا احنا شركائكم، اختاروا القايمة اللي بنحلم معاها بأهلي تاني، انتوا اعضاء لكن احنا جمهور النادي الاهلي. صحيح. احنا سبورة النادي الاهلي، وبالتالي اعتقد انه نفس المشهد سيتكرر، واعتقد انه الكثافة اعلى، لانه النظام المرة دي هيبقى مختلف الدخول والخروج يعني. أنا متفائلة طبعا إن شاء الله. إن شاء الله. طيب خلينا بقى بعيدا عن لائحة النادي الأهلي نروح لدستور النادي الأهلي. دستور النادي الأهلي طبعا، ده تشبيه شعبي فعجبني جدا يعني. صحيح صحيح صحيح. خلينا نروح بقى لفريق الكورة واللقاء القادم إن شاء الله قصاد هورايا كوناكري الغيني الدوري أبطال أفريقيا. خلينا الأول نتكلم عن المباراة اللي فاتت، شفت النتيجة، نتيجة التعادل السلبي دي نتيجة خادعة؟ خادعة بمعنى إنه الأهلي يعني كان يستحق يفوز ولا فخ إنه الفريق؟ لا ما اعتقدش. كارتيرون والذين معه في الجهاز والفريق بيزيد يوم عن يوم. لاحظي ان الاهلي عانى كثيرا من غيابات، عانى كثيرا من سوء تدبير الحاجات في الموسمين، ولسه في غيابات من لا كمان في الموسمين اللي قبل، حتى لو كان فيهم نتائج جيده ساعتها او ممتازه كمان، لكن فكره التقليل المساحات العمريه، فكره جذب نجوم جدد، ما كانش فيها تنظيم، عشان ما نبخس حق الإدارة السابقة، كانش فيها تنظيم فعال، لأنه لجنة الكرة لم يكن يقودها كرويين حقيقيين من أبناء النادي، وبالتالي الأهلي بعض النواقص، لكن بيعوضها هذا الانضباط الرائع، بيعوضها أنه الأجواء تسير نحو لعب جماعي. يمكن كارتيرون لمسته بانت في النجم اللي جابه للدفاع، الراجل يعني الحقيقة سليف، عامل حالة سليف كوليبالي طبعا، عامل حالة رائعة من ضبط الأداء الدفاعي. صحيح. اللي كانوا الناس تقعد تقول يعني اللي بيريد انه يدي الأهلي كتف يقول لك ده ما فيش دفاع، لا بس كان فعلا في شويه مشاكل في الدفاع مؤكد، لكن كان يحتاج ضبط، مش ما فيش، الاهلي ما ينفعش يتقال ما فيش، وبالتالي تم ضبط الاداء ده، ومن ثم انا بقول لك الرهان الان على الجماعيه، ربنا بس يكفي التيم شر الاصابات، لكن الجماعيه ما تقولش ان النتيجه خادعه، وان كان الفرق الافريقيه في تعودهم على الاحتراف الحقيقه هم افضل من المصريين، يلعب بلا يعني ما بيخافش، وبالتالي ممكن يهاجمك، ما يلعبش بقى ديفنس واللي يحصل يحصل، ممكن يلعبوا في خارج ملعبهم افضل، ولكن وضح فارق الخبرات انه لصالح الاهلي تماما يعني. خليني اسال حضرتك، لما كلمناك في التليفون يمكن قبل المباراه بيوم واحد بس، قلت لنا ان انت عندك تخوفات من رئيس نادي هورايا كوناكري الغيني. الناس كلها قررته، حتى بعض الزملاء يعني الافارقه من الشمال العربي الافريقي، لا هو راجل حوت مالي، وبالتالي في افريقيا هو وفي مازيمبي كده برضو قياده اخرى، الاستثمار عندهم بطريقه يعني فيها انه جلب المنافع مش بقى الافاده والافاده. وانا قلت لك لو انت فاكره هناك فارق بين شخص يعني نسميه حوت مش هنقول فاسد، وبين دوله، يعني الدوله الغنيه نفسها قبلت الاهلي كما يستحق النادي. صحيح. الاهلي صحيح. يعني الحكومه نفسها، وزير الشباب والرياضه، ما علمت انه كان بيسال عن البعثه دايما، طبعا سفارتنا كالعاده كل السفارات بتقابل كل الرياضيين الحقيقه بطريقه مفرحه، وبالتالي لازم تعزلي ده. وقلت لك انه الخوف من انه يبقى طايش، لانه قلق لما لقى بمعنى ايوه كان عاوز ينثر يعني فكره الماده مقابل ارضاء واحد من طاقم التحكيم. في بعض الفرق الاخرى قد يجد لاعب ينال هديه او شيء ما، طبعا مع المصريين بقى، لا طبعا ما فيش الكلام ده الحقيقه، وده شيء مشرف في اللاعب المصري، لم يسجل التاريخ سابقه من النوع ده، اللهم الا بقى البشر اللي عايزه تخترع الاختراعات دي جديده علينا يعني. صحيح. ولكن
يبقى انه بالفعل زي ما قلت لحضرتك الحكايه كلها مع الراجل ده انه رجل مالي، والماليين في البلاد دي يعني بيمصوا دم شعبهم. طب مش هيمصوا دم فريق او منافس او حتى منافس خارج اطر الرياضه، وبالتالي خلاص راحت حاله الخوف دي لدرجه ان هو كان طابع تذاكر اكتر بحسب معلوماتي، لكن ما حدش راح. الناس اللي فرق عليها زي اللي بيقولوا عليهم هنا الهتيفه، خدوا الفلوس والتذاكر وعرش. قال يعني عايز يعمل ممر غير امن للنادي الاهلي يشوفه جمهور كتير. طب حضرتك ايه شويه دماغ، لانه في الاخر الاهلي مر في وسط عشرات الالاف بل مئات الالاف من الجماهير، وياما زمروا وطبلوا الناس من قبائل صحيح. وحاجات حوالين الاهلي فدي اتقفلت تماما صحيح. لكن بكاري جسامه يعود مجددا، وانا بقول للاداره الحمراء اكيد هي منتبهه. بكاري جسامه ده غرم الاهلي بطوله، احذروه المره دي. والحقيقه انا ما اعرفش ليه المجلس السابق رغم انه يعني اتقال انه رئيس النادي وصله انه كان الراجل قابض ورفضوا الشكوى في حقه، وبالتالي ظهر لنا تاني. عايزين بقى المره دي نبعت رساله سريعه ان شاء الله لما الاهلي يصعد انه بكاري جسامه لا ما يبقاش علينا ان شاء الله. طيب استاذ عصام نطلع لفاصل الاذان ونرجع مره تانية نكمل معاكم وبقيه كلامنا مع استاذ عصام شلتوت الناقد الرياضي الكبير. احنا سريعا لسه مكملين معاكم حوارنا مع استاذ عصام شلتوت الناقد الرياضي الكبير، طبعا رئيس تحرير التنفيذي لليوم السبع. مساء الخير على حضرتك مره تانية. منور يا استاذ. طيب نرجع بقى نتكلم تاني عن لقاء هرايا كوناكري الغيني والنادي الاهلي بدوري ابطال افريقيا. شايف اللقاء القادم هيكون عامل ازاي هنا على ملعب السلام؟ لقاء حذر جدا، لقاء يحتاج مزيد من التركيز. فرقه الاهلي دايما مركزه، دي عوايد الكبار، لكن مزيد من التركيز لانه نتيجه 0-0 دي دايما هي الاصعب. يعني التعادل خارج ملعبك باهداف ده شيء عبقري يعني صحيح. لكن 0-0 دي بتخلي الفريق زي ما قلت لحضرتك انه بيبقى ماسك بتلابيب الموضوع صحيح. ما هو كده كده كني بلعب في ملعبي او بره ملعبي، هي دي التسعين دقيقه الاخيره. فلو جبت جون هيخلي فريق البلدي يحاول للتعادل، فالواحد واحد تنجز عن 0-0، وبالتالي مزيد من الحذر، وبالتالي هدف مبكر يا أهلي. يعني ده نداء مش مبكر بقى بتاع الصربعة، هدف يبين سيطرة الأهلي وفارق الخبرات والإمكانيات صحيح. ده هيكون هدف الصعود إن شاء الله للمباراة قبل النهائي. تعتقد كارتيرونو هيتصرف إزاي بقى مع النقص في بسبب طبعا الإصابات والمشكلة اللي عندنا في خط الدفاع؟ لديه بدائل، ما عندوش مشكلة أبدا، هو خلاص بيقدر يعوض دلوقتي بأيمن أشرف اللي بيلعب شمال أو سيرد باك. هي طبعا الحاوي وليد سليمان هو الورقة الرابحة صحيح. نتمنى يا رب أنه يكون يعني إن شاء الله جاهز، لكن باقي يعني سدود النادي الأهلي يمكن صحيح ممكن يكون هناك فارق بين السولية واللي بيعوض مكانه لأن السولية لعب أكثر صحيح. إنما في الآخر البدائل موجودة. قد تكون ما بتحظاش باللي هو إيه امتياز مع مرتبة الشرف، لكن على الأقل امتياز يعني في الأهلي أو الفرق الكبرى. يعني في اللقاء اللي فات شفنا سعد سمير اتصاب نزل مكانه محمد نجيب، بس كمان هو كمان محمد نجيب رجل المهام الدائمه الخاصه جدا. اي لاعب مش في مش في النادي الاهلي وتحت هذا الكنترول اللي جزء منه معنوي انك بتلعبي في النادي الاهلي وجزء منه او الجزء الاكبر اداري، ما يبقاش جاهز كده وهو بيلعب كل كام ماتش ومواجهات صعبه مش مباريات وديه. انما بقول لحضرتك في عند الانديه الكبيره والاهلي مصنف عالميا، حتى كلمة دكة بدلاء يصعب تقوليها على الفرق الكبيرة دي، تقولي عنده بنك احتياطي يقدر يسحب من الرصيد ده في أي وقت، وبالتالي أنا مش خايف من التعويض. مش يعني مش حابين كإعلام نقعد نقول مين بالظبط بدل مين ومين مصاب، لأنه ده دور يجب ألا نظهره صحيح. تماما كمان الإعلام دلوقتي مسمع في كل الدنيا يعني. وبالتالي اللي عايز أقول لحضرتك إن التعويض قائم بنسبة ترقى ل 99% وده كده ما تشعريش بفارق، انما الحمد لله ان الاصابات جت مع فرقه. الكلام عن مستواها الفني انا اسف مع احترامي للمحللين وان كره القدم لا تعترف بصغير وكبير والسلوجانات دي كلها، لكن في الاخر لا، في صغير وكبير في النادي الاهلي وتركيزه، وفي فرقه طمعانه انها تدوق طعم الكباره في الكوره مع النادي الاهلي. كل الفوارق دي
لصالح النادي الاهلي. يبقى بقى نفس السطر برضو، ولكن كره القدم تعترف بالواقع، طبعا تعترف بالواقع، وبالتالي حتى الواقع والتاريخ والحاضر والمستقبل بيؤكد ان الاهلي ان شاء الله صاعد للدور قبل النهائي. خليني اسال حضرتك عن رايك في لقاءات دور الثمانيه في دوري ابطال افريقيا، لقاء وفاق سطيف والوداد المغربي اللي انتهى 1-0 لصالح وفاق سطيف. لا ده الماتش ده بيحمل معاني كتيره من كره القدم، 20 دقيقه او اكتر سيطره كامله للوداد، لدرجه انه يقيننا حتى كعاملين في الوسط انه يبدو ان الوداد يعود، لان الوداد في مركز متاخر في الدوري صحيح. المغربي السنه دي على فكره، وبالتالي تصورنا ان هو يبقى ليه يعني افضليه، لكن فجاه استعاد يعني الفريق الجزائري وفاق سطيف كامل عنفوانه، ضيع فرص وفاز بفارق هدف، وفارق هدف هيزعج جدا فريق الوداد على ملعبه. طبعا الكرة الجزائرية كرة محاربين الحقيقة، وبالتالي وفي حضنهم هدف وهم رايحين الماتش الثاني هيضايقوا قوي الوداد، انما هم دول لانه فريق منهم هيلاعب النادي الاهلي، هم دول اللي تحت الضوء عندنا اكتر من باقي الفرق. انما في الاخر واضح كده انه يبدو انه فاق سطيف هيبقى عنده افضليه، لانه يصعب في خيالك وانت تعملي في حقل كره القدم ان وانت بتبصي كده لو فاز سطيف تقولي ده يتغلب 2-3، وبالتالي هو لديه رصيد الهدف اللي قلت لحضرتك عليه، حتى لو كان تعادل 1-1 لكن لديه رصيد صحيح. هدف فاز بيه بثلاث نقاط. طيب خلينا نروح بقى للقاء اخر، اول اغسطس ومازيمبي. طبعا اهم حاجه في اللقاء ده كانت الصوره. الصوره معانا؟ ما هو اول اغسطس ده انجولي الصوره، جيلبرتو رمز للانتماء، جيلبرتو وتيشيرت النادي الاهلي وتاريخ حافل جيلبرتو طبعا، ونص التاني فلافيو، وازاي هم على فكره مش غريب ان جيلبرتو يرتدي يعني شعار وتيشيرت النادي الاهلي في افريقيا، لان هو وفلافيو تاريخهم اللي هم بيحبوه، انا مش بقول انه تاريخهم الذي صنعه الاهلي، اللي هم بيحبوه بيتكلموا عنه، كان جوه دايماً النادي الاهلي، كان فتره النادي الاهلي صحيح. يعني لما يروح بتيشيرت ملعب لفريق من بلده الاغرب انك تلاقيه بيجي مصر اجازات عشان يزور النادي صحيح. اللي عاش وتعملق فيه هو ونصفه الاخر في لافيو. على فكره اعتقد ان جيلبرتو في قادم الايام يعني او في المستقبل القريب هيبقى واحد من قيادات الكوره في انجولا بلده يعني، وبالتالي مشهد بيقول انه عائله الاهلي ليها قرايب ونسايب حتى خارج الحدود صحيح. مش بس يعني صحيح. مصريه عربيه، لكن كمان قاريه ودوليه صحيح. في الاغلب الاعم يعني. شفت اللقاء ده ازاي، لقاء اول اغسطس ومازيمبي اللي انتهى بالتعادل السلبي؟ شفت كره انجولا اللي زادت قوي مع احتراف لاعبتهم، عشان الناس هنا لما بنتكلم على الاحتراف الخارجي وانه ده الاساس، مش ان انت تفضل تصدر داخلي، ها بيقولوا لنا يا عم ازاي، لا هو ده الكره الانجوليه افادها جدا انه بقى عندها احتراف خارجي مبكر من قرابه ال 20 سنه صحيح. وبدات اللعيبه تزيد طموحها، ايضا فتره مانويل جوزيه رفعتهم لدرجه انهم وصلوا في بلدهم للدور قبل النهائي في بطوله افريقيا، وده رقم كان صعب عليهم، ولو البعض ساعتها حلل انه انجولا في قبل النهائي امال مانويل عمل ايه، لا عمل ان خلاهم في الدور قبل النهائي صحيح. بل على العكس زادت طموحات لاعبيهم. انما مازيمبي فريق يحمل تاريخ، وان كان فريق عنده حوت زي الراجل اللي قلنا عليه، دائم الصرف ثم يعرض منتجه في بطولة أفريقيا ليبيعه في أوروبا، وبالتالي ما بتفرقش معاه كتير حجم البطولات بقدر العوائد المادية، إنما هي مباراة يعني القسمة فيها على اتنين كانت حق للفريقين يعني. الترجي والنجم الساحلي. الترجي والنجم الساحلي. المباراة طبعا انتهت لصالح الترجي 2-1. يعني الحقيقة بيبين إن الأهلي يظل فارس الرهان، وإنه مزعج جدا للكبار من حوله يعني، شوفي هم بيلعبوا مع بعض ازاي، وشوفي لما بيلاقوا التيشيرت الاحمر او الشعار الاهلاوي حتى لو بدل التيشيرت بالازرق، لا هناك فارق معنوي بقول للجيل ده من النادي الاهلي، استغله دائما بانك تبقى جاهز ومجهز نفسك، لانه انت معاك شعار بيخليك فارق لك حوالي 25% قبل ما تلعب، لكنها مباراه كانت مباراه قويه الحقيقه. طيب خلينا نروح من النادي الاهلي لمنتخبنا الوطني الاول، لكن قبل ما نروح للمنتخب والكلام عن المنتخب، النهارده سالنا الجمهور، اسالوا
استاذ عصام شلتون. فتعال نشوف معاك كده الجمهور بعت لك بيقول ايه. دعاء بتقول دعاء الخضري بتقول مساء الخير عليك يا شيما وعلى افضل ناقد رياضي، وحب اساله على رايه في اداء النادي الاهلي قصاد هورايا كوناكري وعن حظوظه في التاهل للسيمي فاينل. انا بقول لها ما تقلقيش، الاهلي بمن حضر، طالما انت اهلاويه دعاء، دعاء صح؟ طالما هي اهلاويه لازم تعرف ان الشعارات دي في النادي الاهلي مش من فراغ. الاهلي بمن حضر دي حقيقه، لكن اضافه النجوم السوبر بتبقى طبعا ليها طعم تاني. اكيد. كمان احمد اسماعيل يقول مساء الخير عليكي يا استاذه شيمه، بشكرك جدا وعلى افضل ناقد رياضي في مصر، بشكرك جدا برضو. نعرف منه فرص الاهلي في افريقيا والدوري المصري والمنافسه على الدوري ورايه ايه في مستر كارتيرون. طيب هو خلاص استاذ عصام رد على فرص النادي الاهلي في افريقيا الدوري الاهلي المصري في النهائي يا ابو حميد ان شاء الله طبعا، لكن الاهلي ان شاء الله في النهائي. بالنسبه بقى للدوري المصري، بالنسبه للدوري المصري هو اولا حامل اللقب، ثانيا حتى الان لديه فرص كامله، لديه مباراه مؤجله، لديه 3 نقاط اتنشلوا وقبليهم نقطتين برضو كده في تعادل. فتبقى الامور واضحه ان المربع الذهبي صحيح ساخن جدا لكنه بزعامه الاحمر الاهلاوي، انما الزمالك برضو شايف انا التيم بتاعه بيعلى، إذن ستبقى المنافسة أعتقد يعني زي ما بيقولوا بتوع السباقات الجري لغاية الخط الأخير يعني. أوكي. طيب كمان أحمد إسماعيل بيسألك وبيقول لك رأيك إيه في كارتيرون، هل تقدر تقول رأيك فيه دلوقتي يا أستاذ عصام؟ طبعا. هو راجل ناجح، هو مدرب. أولا مدربين الناس فاهمة أنه المدرب ممكن يعمل حاجة من أول لقطة، لا، من أول لقطة ممكن يبان أنه مدرب كويس في تعامله مع النجوم، في تحضيره مش للي بيلعبوا 11 والثلاثة اللي بيغيروا، في تحضيره ال 20 أو 23 لاعب يبقوا جاهزين. كارتيرون عامل ده، وبالتالي مع إضافة شوية ملح وفلفل كده لا هتبقى الطبخة الحمراء دي حاجة كده مشبعة وطعمة وحاجة جميلة يعني. كمان مهند البنداري بيسلم عليك وبيقول لك انا عايز اسالك على رايك في اداء النادي الاهلي بشكل عام في المباريات الاخيره مع فترة كارتيرون، وهل في ظل مستويات الفرق الافريقيه الحاليه والسكواد الخاص بالنادي الاهلي هيقدر ان هو يفوز بالبطوله الافريقيه؟ ما هو يقين ان يفوز. الناس مش برضو مش عشان تقديم المشيئه وبس يعني، ما حدش قابض على الامور للدرجه دي، لكن بمستوى الاهلي الحالي وبمن حضر لا اعتقد انتوا كجماهير شفتوا المباريات كلها في دور الثمانيه، لا الاهلي يمكنه ان يفوز، بس نشيل ببساطه اللي كان ممكن نقولها وهنقولها مع الاهلي الموسم القادم مع بعض زي ما قلت حضرتك الاضافات. صحيح. انما لا الاهلي يمكنه ان يفوز، او العريس الاحمر المره دي الاميره السمراء مش هتسيبه وهو كمان مش هيسيب. كمان طارق موسى بيمسح عليك وبيقول لك امتى بقى مباريات النادي الاهلي هترجع مره تانية لاستاد القاهره، وكمان العاب الصالات هترجع تاني في استاد القاهره؟ اعتقد انه قريبا، واعتقد انه كابتن محمود الخطيب ومجلس الاداره في سعيهم حتى وقت نشر الدستور وذهابهم للسيد الوزير واللجنه الاولمبيه كان اغلب الكلام، انا بس مش عايز افصح عن كامل المشهد، عن العوده لاستاد القاهره. بس استاد القاهره على فكره في تعديل في ارضيته عشان تبقى ارضيه عالميه الحقيقه. صحيح. ارضيه بمقاييس عالميه، الارضيه النجيله نفسها. وبالتالي قريبا يلعب الاهلي في استاد القاهره مش قريباً. بس في القاهره قريباً. قريبا. طيب كمان اسلام الشرقاوي بيقول لنا صباح الفل يا شيمه وعلى طبعا الناقد المحترم مع عصام شلتوت وعلى احلى واعظم قناه قناه النادي الاهلي بيت كل الاهلاويه، واللي بيشتري الكيان بكره الكيان يعمل اسمه على حيطه الكيان، لكن اللي يبيعه بكره يعرف احنا الجمهور والنادي هيعملوا ايه. ماشي. سؤالنا بقى للناقد الرياضي عصام شلتوت، ايه هي طبعا طبعا ده عشق النادي الاهلي، ايه هي الصفقات القادمه للنادي الاهلي او ما هي الصفقات اللي محتاجها النادي الاهلي من وجهه نظر حضرتك؟ النادي الاهلي محتاج، واحنا كده يعني بنقول له اطمن، لكن بنقول له محتاج مهاجم سوبر جدا، شغلته مهاجم مش المدربين بيطلعوا افضل ما عنده، وايضا لاعب وسط مدافع وظهير. ثلاث صفقات. الله يرحمه ابن الاهلي برضو الكابتن عمود الجواري كان يقول الاعمده او زي العمود الفقري يعني مش الفقري الفقري. وبالتالي هي 3 صفقات كافيه جدا يعني. طيب. مع
الوضع في الاعتبار انه الاهلي معاه صفقات ستفصل عن نفسها يعني صلاح محسن وناصر ماهر واحمد حمدي. طب لو اتكلمنا عن الصفقات القادمه ان شاء الله في يناير القادم، مين مثلا لو حضرتك تقول لي لو في لاعب في الدوري المصري الممتاز لاعب محلي مين هيكون موجود مثلا عندنا في النادي الاهلي في الدفاع او في وسط الملعب او في الهجوم؟ مش عارف لانه في كده زي ما تقولي ضبابيه، فتحتاج انه اللاعب اللي هو مش هيقدر يلعب الا مع النادي الاهلي زي نجمنا حسين الشحات ما بيقولها صحيح، هو مرتبط بالعين ومحترم عقده ودي قواعد احترافيه لانه الراجل ده بيحب الاهلي قوي عموري، لكنه بيقول انا لن العب كمحترف الا بعقد احمر، ده طبعا وارد جدا لو قدروا يعوضوا عموري اللي باعوه في السعوديه او باعوا عقده طبعا مش الشخص، وبالتالي اعتقد انه الاسماء طرحها دلوقتي يقلل التفاوض معاها يعني لانه فعلا هناك من يحاول ان يسابق الاهلي مش بصوره رياضيه لا بوضع عراقيل، يعني ايه انا وانت في سبق فبدل لما انا اجري وعايز اسبقك بالجري اقول لحد ايه احدف عليها طوبه كده وهي ماشيه قاعده بس. خليني برضه اقول لحضرتك يعني في عندنا كام مهاجم سوبر اصلا في الدوري المصري او في كام مدافع كويس في الدوري المصري؟ احنا عندنا اصلا مشكله في المدافعين في الدوري المصري. هو مدافع واحد في انبي اعتقد والاهلي حاول معاه لكن مش عارف ليه المؤسسه البتروليه العظيمه دي يعني استمسكت اللي هو رامي رامي صبري بالطريقه دي فراوده، يعني انا يعني مش حاسس انه في مهاجمين سوبر لكن في مهاجمين مبشرين، هي بس فعلا انا مش عايز افصح عن كام اسم كده لان الامانه تستدعي ان نسيب الناس يعني في لجنه الكوره تقولهم بعد الهواء والتعاقدات ممكن اقولهم ممكن وانا عارف ان الجمهور هيوقعك وهتقولهم. طيب نروح برضو لتويتر. تويتر حمدي بعد بيقول لك ايه الحل لمشكله التحكيم في مصر؟ الحل انه اتحاد الكوره ياخد قرار ان عضو مجلس الاداره الكابتن عصام عبد الفتاح ما يبقاش رئيس اللجنه اولا، ثانيا ليس عيبا ان ناتي باحد القمم التحكيميه مش محاضره ويجري يقعد هنا ست اشهر وكانه رئيس اللجنه اتعمل حوالينا واتعمل في اوروبا واتعمل في افريقيا صحيح طبعا، وبالتالي التحكيم المصري يستحق بعثات خارجيه ثم ان ياتي هنا خبراء تحكيم ويبطلوا الجمل بتاعه بر الامان مش عايزين مشكله ما تغرقناش، لا حاجات لو قلناها الناس هتزعل قوي من اللي بيديروا التحكيم صحيح، ان واحد يقف قدام شاشه فيبرر ويقول لك عندنا تحكيم عالمي والتاني يقول مش عارف ايه، انتوا كده بتقصوا على الحكام نفسهم يا ساده يا كبار يعني. وانا بقول للكابتن جمال غندور والكابتن عصام والكابتن الناوي ان دماء التحكيم المصري في رقبتهم هم صحيح، هم عليهم انهم يقروا بالمربيه الاجنبيه ليس عيبا. مصر كم خرج منها نجوم كرة قدم كمدربين في بلاد عربية وأفريقية، كم خرج منها من أطباء ومهندسين وخبرات، عندنا راجل بقى في الفيفا ثلاث دورات بالانتخاب وأصبح لأول مرة رغم أن ده دستور الفيفا عضو دائم طوال حياته، أنا بريد ربنا يديله الصحة لكنه نتاج عمله ده أصبح شخصية كروية عالمية راضينا أم أبينا، وبالتالي إيه العيب بقى أن أنا أجيب كلينا أجيب أي اسم يعيش هنا سنة يعني، ساعتها بقى هيقول لنا وهيشاور هيشاور للإعلام فالإعلام هيقول لهم لا إحنا مش عالميين لا إحنا يدوب قريين لا إحنا في المنافسات العالمية لازلنا مهزوزين، مع الأخذ في الاعتبار أن كلهم أو ثلاثتهم أو اثنين على الأقل زي عصام عبد الفتاح وجمال غندور مندياليين وذهبوا ولعبوا وكل شيء، لكن ليست هكذا تؤخذ الأمور يعني، زي كده زي ما بتمنى واحد فيهم رئيس لجنة في بلد عربي أو مشرف على الحكام في بلد عربي إيه في إيه أنتوا ليه قاتلين المنافسة ثم النهاردة هو بتعلن أنه أهلا بالحكم الأجنبي مدام هتسدد وأهلا بالفار انت مين فيهم؟ بما اننا بنتكلم دلوقتي عن التحكيم فالخبر اللي معانا دلوقتي عنوانه بيقول اتحاد الكره يستعد لتطبيق حكم الفيديو ويرحب بالحكام الاجانب. ما هو ده اللي بقوله لحضرتك، انت من الاول اصلا ايه مشكلتك انك ليه مش من الاول عايز حكم اجنبي يتفضل ويرفع الحرج عن حكامي لغايه ما يبقى عندي الجيل النابه اللي منه جهاد جريشه ومحمد امين عمر ومحمود يعني بس خايف الاسماء تقع ومعروف والله صحيح. خايف الاسماء تقع. طب ليه ست جولات يقعوا؟ الشخص لانه الاشخاص دي لو ادارتهم منظومه صحيحه هيبقوا عالميين بجد بقى. فانت النهارده من اللي عايز يجيب حكم ما يجيب يا عم ما دام هيدفع بفلوسه صناعه يا عم صناعه مين اللي قال لك كده؟ ده انت بتجيب فقره
للتحكيم تعليمية ومش هتغرم فيها حاجة. الفار بقى كده لأن الفار تجيب 100 فار. يعني ايه الكرة ما تكسبش تمن الفار؟ هو ايه هو فار بلاستيك عادي يعني. فالقصة كلها ان احنا لازم نعتمد على التحديث، لكن صحيح. هتبقى ام الكوارث. ها بس انا شايف الخبر من اتحاد الكرة منضبط يعني هيخاطبوا الاتحاد الدولي عشان يشوفوا عايزين نركب اللوند ازاي في الفرح ده عشان ما يبقاش فرح بلدي. ليه؟ لانه اعتقد بيقولوا قرابة من 20 ل 30 كاميرا باخراج يعني مكان خاص جدا للفار. انا اسف مش مونيتور واحد يقول له بص يا جدع حاسب كده وريني. طب وريني رجله. طب ما تشوف كاميرا شرتوب كده، ما كانش عند كاميرا شيمو. لا 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 الموضوع مش كده خالص. وبالمناسبه في النهايه حكم الساحه يطلب يقولوا له تعالى لتراها هنا. على فكره هو صاحب القرار في الاخر، يعني اللي عند الفار دول لو قالوا له فار في الهوا شاشه ما لهمش دعوه. يعني بيلن لا انا بقى بعد ما شفت معاكم هنا مش بيلن، لانه القرار الاصيل في يد حكم الساحه في صحيح. النهايه صحيح. وبالتالي لا يا ساده مصر تستحق تطبيق كل النظم العالميه بلا حرج. خليني اسال حضرتك، لو كان تم تطبيق بقى تقنيه الفار من قبل ما يبتدي الموسم ده، وتم برضو الموافقه على الاستعانه بالحكام الاجانب، الانديه اللي هي عندها رغبه ان هي تستعين بحكام اجانب على حسابها، كان حصل ايه في جدول ترتيب الدوري لغايه دلوقتي؟ كان الاهلي هيبقى عنده 4 نقط غير دول، الاسماعيلي كمان كان هيبقى عنده نقطتين، والمصري كان هيبقى عنده نقطتين كمان. كان هيبقى في تحول، كان هيبقى في تحول في التركيب. الكوارث التحكيميه مبوظه جدول ترتيب الدوري. الجونه حتى النجوم الوافد الجديد اعتقد طار منه نقطتين برضو، بيراميدز ليه نقطتين من ماتش، وبالتالي كان في اعاده صياغه يعني. بس برضو اللي قلنا كان ليهم نقط بعضهم كان هيقع منه نقط تانية. صحيح صحيح. يعني حضرتك شايف طبعا اكيد ان الموضوع ده ليه اهميه كبيره جدا جدا طبعا. طيب محمد الدولي بيقول امتى النادي الاهلي هيدعم الصفقات اللي ترجعه لمستواه القوي اللي معروف؟ الموسم الحالي ان شاء الله هم في يناير القادم. يعني هو الشغل شغال على يناير ثم الانتقالات النهائيه في الصيف، لان دي الحقيقه بتبقى الباب مفتوح فيها اكتر، لانه بيبقى اغلب اللاعبين حول العالم. في الشتاء الاغلب منهم بيبقى يمكنه التوقيع، لكن الانتقال الفوري البعض في يناير، لكن الاغلبيه بتبقى في الانتقالات الصيفيه. صحيح. استاذ عصام شلتوت الناقد الرياضي الكبير ورئيس التحرير التنفيذي لليوم السابع نورتنا النهارده في كلام في الميديا. يعني الوجود في قناه الاهلي هو شيء مهم وشيء بينور اي حد، وطبعا معاك انت شيما انا منعزك. الله يخليك يا كابتن عصام. الله يخليك. متشكر جدا. الله يخليك. بشكركم طبعا مشاهدينا على حسن المتابعه، اشوفكم بكره ان شاء الله الساعه 5 مساء في حلقه جديده من كلام في الميديا. يوم سعيد عليكم.